بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 3 يونت 3 كونسبت 3.2. النهارده يا شباب تالت حلقه في الكونسبت دوت اللي هو ليسون 3. طيب كونسبت 3.2 بيتكلم عن ايه يا شباب؟ اباوت فويل، يعني بيتكلم عن الوقود. طبعا كبدايه كل حلقه وزي ما احنا متعودين هفكركم بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه يكون معانا ورقه وقلم علشان نسجل كل النوتس المهمه. تاني حاجه نبص على الديسكريبشن او على وصف الفيديو اللي موجود اسفل الفيديو عشان هتلاقوا فيه كل اللينكات المهمه، وهتلاقوا من اللينكات ديت لينك جروب الفيسبوك بتاعنا تقدروا تنضموا لينا وتكونوا دايما على تواصل معانا. ودلوقتي يا شباب فاصل صغير جدا، هديكم فرصه تروحوا تجيبوا ورقه وقلم علشان تيجوا تحضروا حلقه النهارده معانا للاخر. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدا نشرح مع بعض ليسون 3 اللي موجود معانا في كونسبت 3.2. تعالوا نبدا ليسون 3 النهارده يا شباب ونشوف هنتكلم عن ايه. هنبدا بالاكتيفيتي نمبر 7 او النشاط رقم 7 اللي بيتكلم عن فوسل فيول فورميشن، يعني تكوين الوقود الحفري. طبعا احنا خدنا الستبس بتاعه الفوسل فيول فورميشن او تكوين الوقود الحفري في الليسون اللي فات، صح كده؟ هنا انا هديك اكتيفيتي بسيطه جدا، بيقول لي ايه بقى؟ arrange the following steps to know how fossil fuel is formed. يعني ايه؟ رتب الخطوات اللي جايه ديت علشان تقول لي ازاي بيتكون الوقود الحفري. طبعا هو ملخبط لي الخطوات وكمان ملخبط لي الصور، بس احنا ممكن من الصور كده نعرف الخطوات، صح كده؟ طبعا يا شباب اول ستيب معانا لو جينا نبص على البيكتشرز او على الصور اللي قدامنا هي ديد مارين ليفنج اورجانيزمز، يعني ان الكائنات البحريه تكون ميته تموت، صح كده؟ ولما بتموت بتنزل في الايه؟ في البوتوم، في القاع تحت خالص في قاع المحيط. يبقى دي اول خطوه. طيب تاني خطوه الريمينز بتاعت المارين ليفنج اورجانيزمز ديت اللي هي البقايا بتاعت الكائنات دي تدفن تحت المحيط وتتعرض لاكستريم هيت اند بريشر، لحراره شديده وضغط شديد، ويحصل لها ديكومبوزيشن وتتحلل. الخطوه الثالثه تتحول الريمينز ديت الى اويل وناتشرال جاز، الى بترول وغاز طبيعي، صح كده؟ يبقى ده فيجر نمبر 1، يعني ستيب نمبر 1، ستيب نمبر 2، ستيب نمبر 3، صح كده؟ طيب تعال نشوف بقى الكلام اللي مكتوب دوت هنرتبه ازاي. قال لي ادي اول ستيب معانا اهي، the death of marine living organisms that have lived since ancient times. يعني ايه؟ موت الكائنات البحريه اللي عاشت منذ زمن قديم. يبقى دي اول خطوه، ماتت. طب وبعدين؟ قال لي تاني ستيب، the remains of marine living organisms were buried and decomposed under the sediments and rocks. يعني بواقي او بقايا الكائنات البحريه اللي ماتت اتدفنت وتحللت تحت الرواسب والصخور. طيب تالت خطوه، قال لي due to the effect of extreme heat and pressure the remains of marine living organisms were turned into oil and natural gas. يعني بسبب تأثير الحرارة الشديدة والضغط الشديد بقايا الكائنات البحرية ديت اتحولت إلى بترول وغاز طبيعي. يبقى دي ستيب نمبر 1، ادي ستيب نمبر 2، ادي ستيب نمبر 3. اتفقنا كده يا شباب؟ ودلوقتي يا شباب تعالوا نروح للأكتيفيتي نمبر 8 أو النشاط رقم 8. بيتكلم عن إيه بقى؟ بيقول لي living without electricity، الحياة بدون كهرباء، ينفع؟ هل ينفع نعيش من غير كهرباء؟ طبعا لا ما ينفعش. طيب تعالى كده نقرا السنتنسز دي او الجمل اللي جايه ديت لان فيها شويه كلمات مهمه جدا لازم نكون حافظينهم ونكون عارفينهم. بيقول لي from the previous lessons، من الدروس السابقه، you have learned that fossil fuel are non-renewable energy resources which are used to generate electric energy. يعني انت عرفت من الدروس اللي فاتت او اتعلمت ان الوقود الحفري دوت من مصادر الطاقه الغير متجدده واللي الانسان بيستخدمه او اللي احنا بنستخدمه علشان نولد منه طاقه كهربائيه، صح كده؟ قال لي where natural gas and oil are used to generate electricity in many regions so they should be conserved. يعني حيث ان بنستخدم ايه بقى؟ الناتشرال جاز اللي هو الغاز الطبيعي والاويل اللي هو البترول علشان نولد منهم كهرباء. طبعا في العديد من المناطق او الدول، في دول كتير بتستخدم الغاز الطبيعي والبترول علشان تولد منهم electricity كهرباء، وان احنا لازم ايه بقى؟ should be conserved، لازم نحافظ على الطاقة دي او على الفوسل فيول اللي هو الوقود الحفري اللي موجود عندنا، لان هو non renewable resource
أو مصدر طاقة غير متجدد، وكده كده هيخلص، فنحاول نستخدمه بحكمة وبعقل. تمام كده يا شباب؟ طيب وبعدين يا مستر، هل في مصادر تانية للطاقة ممكن تكون رينيوابل متجددة أستغنى بيها عن الفاصل فيول؟ قال لي فيه. طيب إيه هي بقى؟ قال لي رينيوابل انرجي ريسورسز، في مصادر طاقة متجددة ساتش از، مثل هيدرو الكتريك انرجي، الطاقة الكهرومائية اللي هي بتيجي من الووتر فولز، الشلالات، اند دامز اللي هي السدود زي السد العالي كده، بنقدر نولد من الكهرباء من المية طاقة كهربائية. قال لي كمان عندنا wind energy، طاقة الرياح، are also used to generate electricity، بتستخدم أيضا عشان نولد منها كهرباء. يبقى أنا عندي غير الفوسل فيول اللي بنولد منها كهرباء، عندي renewable energy resources، مصادر طاقة متجددة برضو بنجنريت منها electricity أو بنولد منها كهرباء، زي مين؟ الهايدرو إلكتريك إنرجي والوايند إنرجي. اتفقنا كده يا شباب؟ خدوا بالكم بقى معايا يا شباب من الكام جملة اللي جايين دول عشان مهمين جدا. بيقولي whatever the resource of energy is renewable or non-renewable we should conserve the energy through many ways such as. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مهما كان مصدر الطاقة اللي بنستخدمه متجدد او غير متجدد، احنا لازم نحافظ على الطاقة ديت من خلال عدة طرق. زي ايه؟ ايه الطرق اللي بحافظ بيها على الانرجي؟ قال لي اول حاجة turning off lights when they are not needed، اطفي الانوار او اغلق الانوار لو انت مش محتاجها خارج من الاوضة، اطفي النور وانت خارج. unplugging electrical appliances when not in use، شيل الفيش بتاعة الاجهزة الكهربائية اللي انت مش بتستخدمها، اي جهاز الفيشة بتاعته محطوطة في الكهرباء شيلها لو انت ما بتستخدمش الجهاز ده، وكده يبقى انت conserve energy، بتحافظ على الطاقة. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب تعالوا نتخيل كده ان الكهرباء قطعت واحنا بنذاكر، ممكن نعمل ايه عشان نكمل مذاكرة؟ بيقول لي imagine the electric current being cut off while you were studying، you can use simple ways to keep studying like. يعني تخيل ان التيار الكهربائي قطع وانت بتذاكر، ممكن تستخدم طرق بسيطة علشان تفضل تحافظ على المذاكرة بتاعتك او تذاكر برضو زي ما انت بدون ما تتأثر. زي ايه بقى الطرق اللي ممكن تخليني اذاكر حتى لو الكهرباء قطعت؟ قال لي اول حاجة using candles instead of the electric lamps، استخدم الشموع بدل اللمبات الكهربائية. تاني حاجة writing with a pen and paper instead of using computer، يعني اكتب بالورقة والقلم بدل ما تستخدم الكمبيوتر. يعني لو انت من النوع اللي بيذاكر على التابلت او على الكمبيوتر، ممكن تكتب بالورقة والقلم والكهرباء قطع، لما تكتب بالورقة والقلم انت بتفكر وبتكتب في نفس الوقت، فانت برضو بتذاكر بدون ما تتعطل، صح كده؟ قلت له جميل. قال لي from the above example، من المثال اللي فوق دوت بقى، we conclude that، استنتجنا حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ ان الالكتريك انرجي is very important in our lives and should be conserved، ان الطاقة الكهربائية حاجة مهمة جدا في حياتنا ولازم نحافظ عليها. تمام كده يا شباب؟ الجزء اللي بعد كده يا مستر، قال لي check your understanding، تعالوا بقى نختبر فهمكم. بعد ما شرحنا الجزء اللي فات دوت، تعال نشوف هل حضراتكم فهمتوا المعلومات كويس ولا لا. طيب السؤال هنا عبارة عن ايه؟ بيقول لي look at the following pictures and then put right in front of the picture showing how to conserve electricity. يعني بص على الصور ديت وحط علامة صح قدام الصور اللي بتوضح لك انك بتحافظ على الكهرباء. تمام؟ انا هشرح لك الصور وانت قول لي في الاجابات تحت في الكومنت في التعليقات مين فيهم بيحافظ على الكهرباء ومين لا. البنت دي واقفه بتاكل والثلاجه مفتوحه، الولد دوت مشغل لمبه واحده صغيره على المكتب وبيذاكر، الاثنين دول مشغلين الموبايل وبيلعبوا عليه وفي نفس الوقت التلفزيون شغال، يا ترى بقى مين فيهم كونسيرف الكتريستي، مين بيحافظ على الكهرباء؟ هتحط علامه صح على اللي بيحافظ على الكهرباء بس. اتفقنا كده؟ ودلوقتي يا شباب تعالوا نروح للاكتيفيتي نمبر 9 او النشاط رقم 9، واللي using fossil fuel to generate electricity، يعني استخدام الوقود الحفري في توليد الطاقة الكهربائية أو في توليد الكهرباء. بيقول لي دلوقتي as you know from the previous lessons that fossil fuel have many uses، أنت عرفت من الدروس السابقة أن الوقود الحفري ليه استخدامات كتير، including يعني من ضمن الاستخدامات ديت the use of gasoline and natural gas to operate cars، استخدام البنزين والغاز الطبيعي في تشغيل السيارات. كمان the use of oil, coal and natural gas to generate electricity، استخدام البترول والفحم والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
الاستخدامات دي كلها انت عرفتها في الـ previous lessons او في الدروس اللي فاتت، صح كده يا شباب؟ احنا النهارده هنركز على حاجه واحده، ايه هي؟ الفاصل فويل used to generate electricity، استخدام الوقود الحفري في توليد الكهرباء، وعايزين نعرف ازاي من الوقود الحفري هنطلع كهرباء. بيقول لي now we will study how fossil fuel can be used to generate electricity which is used to light homes. يعني دلوقتي احنا هندرس ازاي الوقود الحفري بيستخدم في توليد الكهرباء اللي بننور بيها المنازل بتاعتنا او البيوت بتاعتنا. ركز بقى معايا كده كويس جدا علشان نجاوب على السؤال ده، لان ده يعتبر اهم سؤال في الليسون ده. How fossil fuel is used to produce electricity؟ ازاي الوقود الحفري بيستخدم في انتاج الكهرباء؟ وهنا يا شباب هنمشي على 5 steps، خمس خطوات عشان نولد الكهرباء من الوقود الحفري. بيقولي to generate electricity fossil fuel is burned at electric power stations as shown in the following steps. يعني ايه؟ علشان تولد كهرباء الوقود الحفري لازم يتحرق في محطات توليد الكهرباء او بنسميها الباور بلانتس اللي هي محطات القوى الكهربائية، من خلال الخطوات اللي جاية دي، وهم 5 steps، خمس خطوات قدام عينيك. اول حاجة هنجيب الفوسل فيول ونعمله بيرنينج، نحرقه، يبقى دي الفيرست ستيب او اول خطوة. طبعا لما هنحرقه هيطلع ثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي ديت هنعمل بيها هيتنج ووتر، هنسخن بيها مية موجودة في التيوبز في الانابيب اللي قدامنا دي. المية لما بيحصل لها هيتنج هيحصل لها ايفابوريشن، هتتبخر وتطلع حاجة اسمها ستيم. ستيم يعني ايه؟ بخار. البخار بيدخل على اجهزه اسمها توربينز، التوربينات، حاجه كده عامله زي المراوح، البخار عنده القدره ان هو يلفها او يدورها. بعد كده الطاقه بتاعه الكاينيتك انرجي بتاعه التوربينز ديت هتعمل ايه؟ هتشغل اجهزه تانية اسمها جينريتورز، المولدات الكهربائيه اللي هي موجوده هنا. فالمولدات الكهربائيه دي تحول الكاينيتك انرجي لالكتريك انرجي. بعد كده الالكتريك انرجي از ترانسفيرد تو هومز، هتتنقل للمنازل وللبيوت بتاعتنا. صعبين الخمس خطوات دول يا شباب؟ احفظوهم كويس جدا، ودلوقتي هنقولهم بالتفصيل. ركزوا معايا، هناخدهم ستيب باي ستيب كده، خطوه خطوه. قال لي اول ستيب فويل بيرنز، الوقود لازم يتحرق. قال لي وين فويل بيرنز ات بروديوس ثيرمال انرجي، لما الوقود يتحرق هينتج طاقه حراريه. طيب بعد كده قال لي ستيم رايزز، ارتفاع البخار او انتاج البخار. قال لي ذس ثيرمال انرجي از يوزد تو هيت ووتر بروديوسينج ستيم، والطاقة الحرارية اللي جت من حرق الوقود تمام هنستخدمها في تسخين المية، هيت ووتر يعني تسخين المية، وهننتج من المية دي ايه بقى؟ ستيم، بخار. بعد كده الستيم تيرنز توربينز، الستيم اللي هو البخار هيشغل او هيدور التوربينات تمام. قال لي ذا ستيم جوز انسايد تيوبز تو بي يوزد تو اوبريت ديفايسز كولد توربينز، يعني البخار ده هيمشي جوه انابيب وهيستخدم لتشغيل اجهزة اسمها التوربينز اللي هي التوربينات تمام كده. يبقى دي كده الفيرست والسكند والثيرد ستيب، ادي اول ثلاث خطوات. طيب الخطوه نمبر 4 او الخطوه الرابعه، قال لي توربينز تيرن جنريتورز، التوربينات هتدور المولدات الكهربائيه. ازاي؟ قال لي ذا موفمنت اوف توربينز برديوس كاينيتك انرجي ويتش از يوزد تو اوبريت جنريتور، يعني ايه؟ حركه التوربينات هتنتج طاقه حركيه، والطاقه الحركيه ديت هتستخدم في تشغيل المولدات الكهربائيه. طيب الجنريتور هيعمل ايه بقى؟ قال لي وينز الجنريتور از تيرند اون، اول ما المولد الكهربائي يشتغل ات كونفيرت كاينيتك انرجي انتو الكتريك انرجي، هيحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. قلت له طب ستيب نمبر 5 الخطوه الخامسه، قال لي الالكتريك انرجي از ترانسفير تو هوم، هتبتدي بقى الطاقه الكهربائيه تتنقل للبيت، خلاص انت انتجت الكهرباء هتنقلها للبيت. طب ازاي؟ قال لي فاينالي في النهايه ذا الكتريك انرجي از ترانسفيرد ثرو كيبلز اور وايرز two homes to operate different devices، يعني الطاقة الكهربائية هتتنقل من خلال الكابلات والأسلاك إلى المنازل عشان تشغل بها الأجهزة المختلفة. اتفقنا كده يا شباب؟ فهمنا how fossil fuel is used to produce electricity، إزاي الوقود الحفري بيستخدم في توليد الكهرباء؟ جميل جدا. ركزوا بقى معايا في السؤال اللي جاي دوت، check your understanding اللي هو إيه؟ تعالوا نختبر فهمنا للموضوع. طبعا بعد ما شرحنا المطلوب مننا إن إحنا نعمل complete لل sentences دي، للجمل ديت، او نكمل الجمل ديت بكلمات من دماغنا. طبعا احنا عارفين بنعمل ايه هنا، بنوقف الفيديو لحظات، نقرا الاسئله كويس، ونكتب الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو علشان اتاكد ان المعلومه وصلت لكم بشكل مظبوط وبشكل صحيح، وانكم كمان قادرين تحلوا معايا.
لحد هنا يا شباب حلقة النهارده تكون خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى تكونوا استفدتوا، يا رب اكون قدرت افيدكم، واشوفكم في حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.